الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن. نتوب إليك يا ربنا ونستغفرك من ذنوبنا ومن سيئات أعمالنا، سائلينك يا رب العالمين أن تكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا الحسنة محمدا صلوات الله وتسليمات عليك سيدي يا رسول الله، يا من أعطاك رب العزة جل وعلا حتى أرضاك، رضي الله تبارك وتعالى على الصحابة الكرام أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم بفضل الله ومنته علينا وعليكم يكون الحديث عن الوفاء وحسن الجميل أو وحفظ الجميل. لنتعرف من خلال هذا العنوان عن كيفية الوفاء وكيفية حفظ الجميل لمن صنع إليك معروفا. أحبتي في الله، الوفاء خلق عظيم، وهو عبارة عن شيء أعطيته أو أعطاه إليك فلان أو صنع لك فلان معروف وأخذ عليك العهد والمواثيق وقطع عليك العقد واجب التنفيذ. يبقى الوفاء هو عبارة عن قطع العهد وأخذ المواثيق وتنفيذها، بذلك تكون من أهل الوفاء. أما حسن أو حفظ الجميل فهو أن يصنع إنسان معك معروفا فتقوم برد هذا المعروف بأكثر منه أو أقل منه أو على قدر الاستطاعة. لذلك يقول رب العزة جل وعلا واصفا المؤمنين، ويقول أيضا وإبراهيم الذي وفى، ويقول أيضا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذن أيها الأحبة في الله، يجب علينا إذا قطع أحدنا على نفسه عهدا أن يوفي به، فإن لم يوفي فهو قد خان الله وخان رسول الله. لماذا؟ لأن الله هو الذي قطع عليك هذا العهد. لأن أنت أديته عهد، عهدته بشيء معين، الشيء اللي أنت عهدته مش أنت اللي عهدته عليه، أو مش أنت عهدته هو، ده الشاهد ربنا سبحانه وتعالى. وأنت عهدت ربنا أنك هتسدد له الدين، أن أنت هتعمل له شيء معروف، عهدت ربنا أن أنت هتكون أمين على حاجة معينة، عهدت ربنا أنك تصون عرضه، عهدت ربنا أنك تقف جنبيه، عهدت ربنا أنك مش هتخونه. يبقى أنت مش عهدته هو، ده أنت عهدت ربنا. يبقى لو أنت ما وفيتش بالعهد يبقى أنت خنت ربنا سبحانه وتعالى، يبقى نقضت العهد مع ربنا. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دول مين؟ المؤمنين اللي بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه السلام عندما قطع العهد على نفسه مع نبي الله شعيب، ماذا صنع معه سيدنا موسى عليه السلام عندما ذهب من مصر إلى مدين ووجد امرأتين تزودان لا يستطيعان أن يسقيا الأغنام؟ ماذا صنع موسى عليه السلام؟ ذهب إليهما وسألهما ما الذي أجلسكما هكذا؟ إيه اللي خلاكوا قاعدين القعدة دي؟ قالوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جابوا له العلة، ايه العله ان انتوا بنات وطالعين؟ طب ما يجي راجل يسقي لكم، راجل يقوم بالواجب. قالوا احنا ابونا راجل كبير في السن،
وهو ده الرجل اللي معانا ما يقدرش يجي، واحنا بنات ما نقدرش نشيل الغطا بتاع البئر ده. سيدنا موسى فسقى لهما ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت علي من خير فقير. زاد لهم المروءه بتاعت الرجال، اخذتهم مروءه رجال مصر، وقام على حلو زجلهم ورجع نام تحت الشجرة تاني. لما راحوا البنتين لابوهم ايه الحكاية يعني جيتوا بدري، قالوا والله يا ابو حصل معنا كذا وكذا، قالوا فين الشاب ده، هاتوا الشاب ده عشان نكافئه ونديله الاجرة بتاعته. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، مشيت كده مليئة بالحياء على استحياء، قالت يعني حتى وهي بتكلمه بحياء، ما أجمل البنت وهي تتحلى بالحياء في الملبس وفي الكلام، ما أجمل البنت وهي تتحلى بكل أخلاق الإسلام، ما أجمل البنت وهي تسير على خطى الإسلام. على استحياء صارت إليه، حتى في الطريق وهي ماشية على استحياء، ما هيش ماشية لابسة كده، لا دي لابسه لبس يليق بمكانتها بقيمتها بعظمتها بوجودها في الحياه بدينها بتعتز باسلامها. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اتكلمت وشها في الارض، اتكلمت وصوتها واطي، صوتها يا دوبك مسمع سيدنا موسى، اتكلمت ومش عينيها جايبه عن وش سيدنا موسى، لا كلمت على استحياء بحياء بأدب بأخلاق بزوج، لا صوت عالي خالص ولا كلام فاحش، أبويا بيدعيك عشان يديك الأجرة بتاعتك اللي انت عملتها. أنا ما عملتش غير الواجب، مروءة المصريين خليتني عملت كده، أقسمت عليك أن تأتي إلى أبي، أنا جاي عشان هاخدك، أصل أبويا اللي عاوزك مش أنا. فذهب معها إلى أبيها، وهي ماشيه في الطريق قال لها لا ما تمشيش قدامي، الهوا يا دوبك خد الجلباب بتاعها لفح كده بانت حته من رجلها، قال لا تعال ورايا. لا يصح ولا يحل ولا يجوز للرجال ان يسيروا خلف النساء، ما ينفعش ان فيه رجل يمشي خلف امراه، ما ينفعش ابدا نهائي. فتعالي من الخلف، جت من الخلف قال لها قولي لي يمين او شمال امشي على طول، قعدت تتكلم قال لها لا صوتك مش، امسك كده طوبه صغيره وعايز امشي يمين ارمي لي الطوبه ناحيه اليمين، همشي يسار ارمي لي الطوبه ناحيه اليسار، هعرف ان انا همشي كده او كده. حتى صوتها ما كانش عاوز يسمعه. لما راح هناك وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا أبويا خدوا عندنا كده أجير عندنا يشتغل عندنا واديله أجرته، ما قالتش يتزوجنا أو يتزوج أختي، لا ما قالت له خليه عندنا أجير واديله أجرته ويشتغل يرعانا الغنم دي ويزجهالنا وكل حاجة. الرجل الفهم، ما هي فطنة الأب، أول ما البنت قالت الكلمة دي ما قالتهاش، دي قالتها العلة، لأنها رأت في الفئة الأخلاق، من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو وفساد عريض. لقيت فيه الدين والأخلاق، الأب عرف قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال له إيه رأيك أنت عملت معانا معروف وجميل؟ قال له أيوة. قال له طيب المعروف والجميل اللي أنت عملته احنا هنكافئك بيه، ما احنا بنتكلم النهاردة على الوفاء وحفظ الجميل، انت زجيت للغنم النهاردة هتاكل وتشرب عندي بتمن ما عملت، ده مش كده وبس، ده انت تختار بنت من بناتي دول تتزوجها، المهر بتاعها ايه؟ ان انت تشتغل عندي 8 سنين، لو خليتهم 10 سنين يبقى زي بعضه مش مشكلة. سيدنا موسى
صان العهد مع سيدنا شعيب. تخيل قعد 10 سنين عنده. لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الأجلين قضاهما موسى؟ قال أوفرهما حظا، يعني 10 سنين قضاهم عند سيدنا شعيب ووفى معه بالعهد وبالوعد، وربنا سبحانه وتعالى أكرمه. فالوفاء بالعهد شيء جميل. مش عاوزين واحد توعد واحد وتخلف معاه، مش أخلاق المسلمين إنهم يعملوا كده. الوفاء بالعهد مع كل الناس حتى مع العدو، حسن الجميل، حفظ الجميل. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه، اللي يصنع معاك جميلة ومعروفة كافئوا بيها، ردها له. إن لم تستطع أن تردها افضل ادعي له، ادعي له حتى يعني لحد ما تحس جواك ان انت صنعت معاه المعروف اللي صنعه معاك. ما هو واحد وقف جنبيك، واحد وقف خدمك، واحد ما سابكش في الزنقة اللي انت فيها، واحد ساعدك ووساك بالمال، واحد ليك مصيبة جاية عليك شالها، واحد عمل مع بنتك وابنك معروف وجميل، واحد صنع مع مراتك معروف، واحد صنع معاك جميلة سنهاله. مش اول ما تزعل منه تفش سره. صون الجميل لاخوك، صون المعروف لاخوك. ما ينفعش ان اول مع اول زعلة نتكلم ونقول ونعيد وعمل وعمل وسوى. ليه؟ ما تنساش في يوم الايام انه خدمك، ما تنساش في يوم الايام انه يقف جنبيك، ما تنساش في يوم الايام انه هو بسببه، ان ربنا سببه علشان ينجي ابنك او بنتك او مراتك من مصيبة. احفظ له الجميل والمعروف. سيدنا عثمان بن عفان، وهو ربنا سبحانه وتعالى يقول ما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. سيدنا عثمان بن عفان لما جه في غزوة العسرة، غزوة تبوك، وجاب وجهز الجيش كله، جاب 10,000 درهم ودينار ورب وألقاهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهز الجيش كله. إيه المانع أن أنت تجهز جيشك وجيش بلدك؟ إيه المانع لو معاك فلوس تجهز الشرطة بتاعتك، تجهز الناس اللي بيحموك، تقف جنبيهم تديهم فلوس تساعدهم، تسلح الجيش وتسلح الشرطة؟ إيه المانع؟ ما سيدنا عثمان عمل قبليك، الصحابة عملوا، وقفوا جنب بلدهم وجيبوا، وقفوا جنب الجيش وجنب الشرطة وساعدوهم واداهم وعمل كل شيء، سلح جيش كامل. انت معاك اعمل الخير عشان هتلاقيك بكرة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي الفلوس كده مالية حجره، اخذ يقلبها بيديه الشريفتين ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارض عن عثمان فاني راض عنه، اللهم ارض عن عثمان فاني راض عنه. شوف سيدنا النبي بيدعي له عشان عمل خير في البلد وفي جيشه، اللهم اني راض عن عثمان فارض عنه، غفر الله لك يا عثمان ما اعلنت وما اسررت وما هو كائن الى يوم القيامه. شفت اللي بيعمل معروف بترد له الجميل. النبي عليه الصلاه والسلام هيكافئه بايه؟ مش هيقدر يديله النبي عليه الصلاه والسلام فلوس زيها، لكن كافئه بالدعاء. اللي بيعمل معاه خير وجميلة ادعي له، كافئه. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه يقول منذ أن مات شيخي حماد، منذ أن مات شيخي حماد ما تركت صلاة إلا ودعوت له ولأبي. الشيخ بتاعه صان الجميل للشيخ بتاعه، ما فيش صلاة صليتها إلا ودعيتها. سيدنا أحمد يقول منذ 30 سنة ما مرت علي صلاة إلا ودعوت للشافعي واستغفرت له. صنع معاه جميل، علموا العلم، علموا الدين. قال أدي لي 30 سنة ما فيش صلاة واحدة مرت علي ولا ليلة إلا دعوت للإمام الشافعي واستغفرت له. أولى الناس بحفظ العهد ورد الجميل أبوك وأمك،
أول ناس تحفظ لهم العهد وترد لهم الجميل، لأن ربنا هو اللي قضى وحكم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هم دول أولى الناس أنك توفي بالعهد معاهم، وإنك تخلي بالك منهم وتحفظ جميلهم. الزوجة، زوجتك اللي تعبانة معاك ليل ونهار، تعمل لك في أكل وتراعي لك عيالك وتراعي لك بيتك، وإيدها في إيدك في الشغل وتعبانة ليل ونهار معاك، وتعبانة في المواصلات، ولما عيل يعيا تاخده وتجري بيه، ولما يحصل حاجة في البيت تقعد الليل كله بتبكي، ولما يحصل لك حاجة ما تقدرش تنام الليل، ولما عيل يحصل له حاجة بتسهر قدامه ليل ونهار في الوقت اللي انت بتنام فيه وتشبع فيه نوم. الزوجة دي اللي تعبانة معاك صون عشرتها وصون الجميل بتاعها وصونعها، وخلي بالك منها واحفظ الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته لك ده فيها هي. ما تفتريش عليها، ما نرمهاش في الشوارع، ما نهنهاش قدام الناس، ما نطولش لساننا عليها قدام الناس، ما نهنهاش قدام حتى اقرب الناس ليك. ما ينفعش تشتمها ولا تهينها قدام ابوك ولا امك ولا اخواتك ولا اي حد غريب. ما ينفعش تمسكها من شعرها وتجرجرها في الشارع كذا ما بنشوف. ما ينفعش تقفوا في المحاكم قصاد بعض. صونوا الجميل لبعض، صونوا الخير لبعض. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول السيدة عائشة: والله إني أعلم متى تكون راضية عني ومتى تكون غضبان علي. هو في حد يقدر يغضب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت له: والله يا رسول الله. قال: نعم، إذا كنت راضية عني تقولي لا ورب محمد، لما تبقى زعلانة مني تقولي لا ورب إبراهيم. قالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، ولكنك في قلب عائشة يا رسول الله. ادعوا الله في السر وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين. أولى الناس بأن أنت تحافظ على العهد وتصونهم، يبقى قلنا الأب والأم هم دول أولى الناس وأحب الناس وأفضل الناس. الزوجة اللي تعبت وتعبانة معاك وهتفضل بكرة وبعده، بدأتوا الحياة انتوا الاثنين بس، وبكرة وبعده العيال كلهم هيتزوجوا وتبقوا برضو انتوا الاثنين بس، عشان كل واحد فيكم هو اللي هيشيل التاني بكرة وبعده. كل واحد فيكم هيفتكر كل يوم حلو مر عليه، وهتقعد انتوا الاثنين بس وشكوا في وش بعض، أسعد اثنين في الدنيا، لأن انتوا عشتوا الحياة حب ود ورحمة. الأولاد، صون العهد مع أولادك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزور السيدة فاطمة ويزور بناته ويتفقد أحوالهم. بناتي عاملة إيه يا فاطمة؟ أحوال ولادك إيه؟ زعلانة مع علي ولا لأ؟ هو علي يكون مزعلك، خدي بالك منه، خدي بالك من العيال. وكان بيروح هناك يواسيهم في الليل وفي النهار. لما السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها كان أسير في الحرب وأسره المسلمون، ماذا صنعت زينب بنت خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ كانت أمها السيدة خديجة إدتها قلادة عقد في ليلة الفرح بتاعها، قالت لها: خد العقد ده هدية مني ليك يا فاطمة يا زينب. السيدة زينب خدت العقد ده لما زوجها كان أسير وأسره المسلمين، خدت العقد وراحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، هذا فكاك أسيري وهو زوجي، زوجي أسير، خد القلادة دي وأنا هفدي بالقلادة بتاعت أمي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما شاف القلادة بتاع الزوجة السيدة خديجة بكى النبي عليه الصلاة والسلام، حن للسيدة خديجة، افتكرها، افتكر الزوجة اللي عاشت معاها الحلوة والمرة، افتكر معاها الزوجة اللي وسطه بمالها اللي ربنا رزقه منها الولد، اللي تعبت معاه، اللي شالت هم العيال وهم البيت وهم الرسالة معاه، اللي عاشت على الحلوة والمرة معاه وانتقلت لرحمة ربنا ما نسيهاش. أول ما شاف القلادة، أول ما شاف العقد بكى، افتكر الزوجة الصالحة بكى، بكى على مراته اللي كانت مراعياه. قال لهم، ما رضيش هو يتكلم، قال للصحابة الكرام: خذوا قلادتها وفكوا أسيرها إن أردتم.
انتوا حرين، الامر معاكم انتوا، وان اعطيتموها قلادتها كان حسن. دي قلاده مراتي، مين 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 مين, مين تجي له جراه ياخدها في الغنائم ويلبسها الام او مراته او بنته؟ صعبان عليه ان حد ياخد الحاجه دي حد يلبسها غير خديجه او بنت خديجه. الصحابه اللي تعلموا على ايد رسول الله قالوا وهبنا لها الاسير والقلاده يا رسول الله. ما نقدرش لا ناخد دي ولا نقدر نقول لزوجها هتفضل عندنا اسير. فالاولاد تفقدوا حال اولادكم، شوفوا عيالكم مالهم، شوفوا اولادكم مالهم، ما تجفوش حقل بين الواد ومراته، ما تضيعوش الواد ومراته، ما تخلكوش انتوا الحجر اللي هيفصل بين الواد ومراته، سيبوهم يعيشوا. حرام اللي بنعمله في عيالنا، غلط التحكمات في عيالنا، غلط. راعوا عيالكم، راعوهم يا اخوانا، ما تبوش حجر حجر بين الواد وبين مراته، سيبوهم يعيشوا حياتهم وانصحوهم من بعيد لبعيد. برضو صون العيش والملح وصون الجميل للبلد اللي انت عايش فيها، لمصر، صون الجميل لجيشك، صون الجميل لشرطتك اللي انت بتنام في امن وامان، بتنام وجيشك حميك على الحدود وشرطتك حمياك انت ومراتك وعيالك في بيتك. صون الجميل لمصر، مصر اللي ربنا ذكرها في كتابه العزيز، مصر خزائن الارض. صون الجميل للبلد اللي ربنا كرمه وذكره في القرآن 5 مرات. صونوا الجميل لبلدكم وشوفوا الطفرة اللي احنا فيها النهاردة، وشوفوا الخير اللي البلد عايشة فيه النهاردة، وشوفوا المشروعات اللي مصر النهاردة عمرانة بيها. حافظوا على بلدكم وحافظوا على نفسكم وعيالكم، وصونوا الجميل والعهد والوفاء بالعهد مع كل الناس. نسأل المولى جل في علاه أن يكتبنا عندهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم اكتبنا عندك من الذين يوفون بالعهود، اللهم اكتبنا عندك من الذين وفوا بالعهود، اللهم اكتبنا عندك من الذين أحسنوا رد الجميل. اللهم رد إلينا عافيتنا وصحتنا وقوتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا يا كريم، واكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على سيدنا محمد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.